يو تي في استطلعت آراء فنية من المقاطعين للانتخابات في محافظة ذي قار، فكانت الأجوبة: نحن قررنا مقاطعة والمعارضة لأسباب. أولا إحنا لم تكن هناك انتخابات بشرطها وشروطها، هناك كان مال سياسي، هناك كان تزوير. نحن خرجنا ضد منظومة سياسية فاشلة دمرت البلد على مدار 18 سنة، وليس المشاركة مع هذه الحكومة. التغيير لا يمكن أن يأتي فقط عن طريق الانتخابات، التغيير يأتي عن طريق إقرار قوانين تشجع الناخب بالذهاب، وليس فقط الانتخابات. احنا طالبنا بتعديل الدستور، طالبنا بقانون الاحزاب، طالبنا بسحب السلاح من فريق. هذين المطالب الرئيسيه ثلاثه نادينا بها. لو كانت الحكومه وافقت على، بالبرلمان السابق وافق على اقرار ضمن القانون، لكانت هناك مشاركه مرتفعه اكثر من 60%.